احنا بعاد في حته معينه لازم كنا المفروض نخش لرقم معين عشان نبقى قريبين ونبني على كده فيما هو قادم. طب ما ده يمكن لاول مره في ترامبولين بنروح للثامن والتاسع، فده كده يعتبر بنينا للي هو قادم وماشيين بخطوات ايجابيه في مع اللاعبين سواء سيف او ملك. ثامن وعاشر مش بعيده قوي، تاسع وعاشر ده كويس جدا. لا بنتكلم على برضو، خلي بالك الترامبولين ما هوش مسابقه قديمه، هي داخله في البرنامج الاولمبي من دورتين بس، يعني برضو مش حاجه قديمه. بس لو دخلته برضو مع الصين واليابان مع روسيا والصين هتلاقي هم برضو عندهم السنس بتاعهم في مساله الجمباز عالي جدا. يعني ما هو بص احنا برضو يعني عايز الحق، احنا مش دوله عندنا جمباز ان ننافس، فاحنا بنتكلم على مستوانا. احنا لما نخش في نهائيات او نخش في ترتيب في مسابقات الجمباز ده في حد ذاته انجاز، لان احنا بنتكلم برضو احنا ما يناسب بلدنا ايه. في صوره انا كنت عايز اعلق عليها من الصور، المنتخب الالماني لا اليابان في الجودو. اليابان في الجودو زعلانين دلوقتي ان هم خدوا 9 ميداليات ذهب من 14 ميداليه، ما ده 9 ميداليات من 14، يعني 9 من 14 حاجه هم بس خلي بالك، كانوا واخدين 9 من 12 وكانوا واخدين 8 من 10. فهم يعني كانت المساله احنا رايحين بقى اللي احنا المفروض نكمل، ما كانوا 8 من 10 كان فاضل 4، فهم قال لك ناخد 3 منهم. النهارده فقدوا بتاعت الفرق دي، فبرضه دي كانت بالنسبه لهم هتفرق كتير ان هو ياخد 10 من 14، وهم فقدوا 2 نهائي، فبرضه كانوا يعني فاهم هم بيفكروا ازاي. فده الفكر. انت عايز تقول لي اللي هو مساله التخصصيه في كل دوله، انا مميز في ايه واثقل في ايه واروح معاهم في ايه؟ عارف اللي انت قلته في كلمه ده هو اللي انا عمال بحس فيه من اولمبياد لوس انجلوس 84 وحتى الان. بص يا جماعه اللي زعلانين ليه؟ عشان عندهم 9 ميداليات من اصل 14 ميداليه هم حاصلين عليها في الجودو بتاعتهم، حتتهم هم ملوك اللعبه، هم اللي عملوا اللعبه، فبحد ذات الموضوع اصلا خلاص يعني. ورغم حدوث طفرات على اوقات وبالذات بشكل خاص في الجودو كسوف وفرنسا، المدرسه الاوروبيه فرنسا، فرنسا هي اللي غزت بقوه الجودو، ويعني بدات كده تغزو بقوه انها تخش في مجال الجودو وتنافس على ميداليات. لكن برضو عايز اقول لك هو ده تخصصهم، خدوا 9. طب احنا بنتكلم في الميداليات الاجماليه لليابان، اليابان تاني دلوقتي 17 ميداليه. طب لما انت تقول ان هم 9 من الجودو يبقوا دول يمثلوا كام؟ ده اكتر من 50%. يعني لو بقى واحده خليتك في الترتيب العام اعلى من العام كلها، ده حقيقي. انت بتتكلم برضو النهارده امريكا حزينه جدا على السباحه، لان امريكا بقت تالت في الترتيب العام. هخش معاك في السباحه والطفرات وقد ايه في ارقام اختلفت، وقد ايه ان الهيمنه الامريكيه مش بالشكل الكبير ده، وفيليبس قد ايه كمان علق على السباحه التونسي، لكن هنطلع لفاصل.